السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدينتي. نحن في الآن في ولاد وجي والطريق اللي مسمى تيداس، نديرو إطلال على الورش ديال الساحة الكبرى لوفالون. على ما يبدو هنا داروا الزفت أخيرا، أخيرا داروا الزفت هنايا. الساحة الكبرى مازال مقفلة، مازال ما دشنات. نمشي نشوفوا الجهة الأخرانية. ما شاء الله يديروا هنايا. اجي نشوفوا شنو يديروا هنايا. ترافو Travaux de construction charpente métallique d'espace pour recasement des marchands ambulants à l'Ovalon, Kinitra, province de Kinitra. Et de l'eau à sur le corps de Taoua. Au Canada, les sabots de Hadid, Bhal de l'Oulé de G. Mzien. واخيرا نديرو الزفت لوفالون. المسبح المغطى لوفالون. واخيرا ندير الزفت. يا كما شافوا الفيديو الاخر ديالي في لوفالون اللي كان عامر الحفر وجاتهم الغيره وداروا لي الزفت ربما يعني كانت حاله مزريه.
مشكلة ديال على سرقة البالوعات، مشكلة والله حتى مشكلة. إذن إلى هنا قرب مسجد بدر نصل إلى نهاية جولتنا القصيرة. عودة إلى هذا الموضوع في فيديوهات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.